الشمس وانت واقف فيه، الشمس بتنزل لحد العين دي، تمام. العين دي ممكن تكون مثلا يعني بحيرة كبيرة مثلا، فهو بيوصف المكان دوت ان في المنطقة ديت، في المنطقة ديت اللي هي بلاقي العين بتنزل فيها وبتاخد شكل احمر ومحمر وكده، هي هو ده المكان المقصود. يعني ايه عين حامي يا استاذ زمن؟ يعني ايه؟ والله هي حضرتك عندي هنا مقصود بيها اللي هي البحيرة. عين مقصود بها البحيرة؟ عين مقصود بها البحيرة؟ عين مقصود بها البحيرة. يعني انا لو واقف مثلا في حتة في مصر، مثلا في الجبل، ما فيش بحر، والاقي الشمس، ابص تمام. للشمس وهي بتغرب، هلاقيها بتغرب في عين حامية؟ لا امال هلاقيها بتغرب لو انت فين؟ حضرتك مثلا، انت حضرتك مثلا في مصر مثلا، تمام، واقف مثلا نعم. عند بحيره قارون مثلا، تمام، فانت في لا، لو انا مش واقف عند المواصفات دي بحي... انا مش واقف عند انا مش واقف عند بحيرات، انا واقف في مكان ما فيش فيه ميه، لما الاقيها بتغرب لا هلاقيها لا لا بتغرب لا فين؟ هو حضرتك المكان مقصود بيه مكان فيه بحيره يا والعين أستاذ بتنزل فيه. حضرتك، الآية بتقول حتى إذا بلغ مغرب الشمس ايوه وجدها تغرب في تغرب، عين حامية ووجد عندها قوما. تمام. يعني هو بلغ، وصل مكان مغرب الشمس، وجد هذه الشمس تغرب في عين حامية، ووجد عند تمام هذه العين قوم ناس. تمام المكان ده بقى فين، والعين دي فين، والشمس بتنزل فيه فين؟ الكلام ده عايزين نعرف بص، الإعجاز بقى في الآية دي. القرآن ما كانش بيحدد اماكن بعينها، هو القرآن كان طب قول بيتكلم. لنا حضرتك، انا العين حتى العين دي انسى في ان طب هو طب طب حضرتك العين ديت تعرف تقول لي ازاي مع الشمس حضرتك. لو بتسقط انا اثبتت لك يا استاذ، لو انت لا لا، ما هتطالبني تثبتليش بالمكان حاجة، دوت، ما تثبتليش حاجة، ما تثبتليش حاجة. الشمس بتغرب في عين حامية ازاي؟ يعني الشمس بتنزل من فوق وبتنزل في الأرض في عين يعني حاجة زي البير، بس طالعة لوحدها، بتطلع مية لوحدها، الناس ما حفرتهاش. يا فالشمس سيد كلها الفاضل دي لا بتنزل في، بتنزل لو في عين سمحت كمل، محلك لو تغرب. سمحت كمل، لو سمحت كمل. انت طب اصلا ما انتش عارف عين يعني ايه، بتقول عين يعني بحيرة. عين ليست بحيرة يا استاذ حضرتك، دي مكان في تمام. الارض زي البير بيطلع منه مية، لكن الفرق ان البير الناس بتحفره، انما العين ديت بيطلع منها المية تلقائي من غير حفر. دلوقتي الشمس، تقول لي حضرتك تعرف تفهمنا كده، بما ان حضرتك فاهم وعالم، الشمس دي كلها بتنزل في أنا مش العين عالم ازاي؟ أصلا انت يا سيد امال انت الفاضل، ايه؟ ما انا حضرتك بكلمك ان العين دي عباره عن زي مكان زي بحيره يا استاذ، انت مش واخد بالك من كلامي. طيب انا اسمع، بكلمك، انت حضرتك لا قلت لي لا في الصحراء، اسمع، انت حضرتك قلت لي في بحر، الصحراء. اسمع بس، هقول لك انا اعتبرها بحر مش بحيرة، بحر. تعرف تقول لي لا الشمس دي مش بحر كلها، يا استاذ، يا استاذ بحر ازاي؟ هو بحر ازاي؟ طيب حضرتك بحيرة، انت بتقول لي في تعرف تقول الصحراء، لي الشمس، قلت لي في نص تعرف تقول لي الصحراء. الشمس تعرف تقول لي الشمس بتنزل فيها ازاي؟ طيب بس انت حضرتك قلت لي في الصحراء، قلت لك لا زي بحيره قارون مثلا حضرتك دوت، انا تعرف تقول لي بكلمك عن الشمس عين بتنزل زي فيها بحيره ازاي؟ حضرتك تعرف تقول لي الشمس بتنزل فيها ازاي؟ تغرب في عين حامئه يعني ايه تغرب فيها؟ وتغرب بتغرب ازاي؟ زي الميه، زي الشمس ما تغرب في البحر. ايه يعني المشكله؟ ايوه، بتغرب ازاي؟ بتغرب ازاي؟ قول لنا، انت فهمنا عاوزني، الاعجاز في دي. انت بتشوفها بتغرب ازاي؟ نازله كانها نازله في الميه، لكن هي ما بتنزلش في الميه، هي بتغرب ملاش بتنزل هو في قال كده، الميه، هو قال لك القرآن قال، تغرب في القرآن عين. قال كده، القرآن قال كده، قال ان هو شافها بس هي ما بتغربش. القرآن قال كده انا بفسر ولا لك يا قال استاذ وجدها، القران ولا قال وجدها تغرب في تغرب. عين حامية ووجد عندها تمام قوما؟ حلو. انا لما بقول لك انا شفت الشمس بتغرب في البحر، بقول لك امتى؟ لا قال لك لا حضرتك لو غروب سمحت، الشمس في حضرتك البحر. عشان اعرفك الفرق في اللغة العربية لما تتكلم، تمام بما ان حضرتك قلت انك مش عالم، في قصة موسى حينما كان مع السحرة قال القرآن خيل إليه من سحرهم أنها تسعى. يعني هنا تمام دلوقتي لما بتهيأ لك حاجة، القرآن قال خيل إليه، إنما هنا في تمام الآية بيقول وجدها، وجدها تغرب في عين حامية ووجد ايوه يا فندم، انا والله اقول لك عندها هو خير قوم. ليه القوم دول كانوا فين؟ يا استاذ الفاضل؟ انت حضرتك بتتكلم على غروب ولا بتتكلم على القوم هم فين المكان؟ انت القوم بتتكلم دول على كانوا فين؟ وجد يا عندها. سيد الفاضل، إنهاء دي، القران ما الضمير ذكرش ده عائد القران على الا مين؟ مين يا الضمير سيد ده عائد الفاضل؟ على مين؟ يا سيد الفاضل انت حضرتك القران كان ما ذكرش معظم القصص، ما ذكرش يعني مثلا فرعون موسى، ما ذكرش مين هو الملك اللي حكم مصر اللي كان اسمه أنا ما فرعون. بسألش على مين دول، أنا بسأل عندها، وجد عندها، عند مين؟ تمام. عند مين؟ عند المنطقه ديت اللي هي إيه؟
اللي هي ناس كتير جدا قالت لك والله المنطقة دي مش معروفة، لأن هو الأماكن اللي حضر ناس فيها ذو كتير القرنين. هي يا فندم يا ناس أستاذ، كتير يا أستاذ ذو القرنين، ذو القرنين ما وجد تذكرش الجزء عندها، وجد عند صح مين؟ عند القوم دول يعني. أيوه هو انا بس في عندي سؤال استقطاعي بس بعد يا الظهر. سيدي هي الفندم، اللي انت لما حضرتك شاف هو ده الشمس، كلام. لما شاف الشمس هي كانت بعد سعد ياجوج وماجوج ولا قبله؟ يا دي يابا، وجد عند مين يا استاذ زمان؟ وجد عند نعم مين؟ يا فندم، نعم يا فندم. ايه ووجد عندها قوم، عند مين؟ وجد عند مين؟ القوم دول كانوا فين؟ عند مين؟ والله القوم ده يا سيدك اللي هو القرآن ما ذكرهمش انا مش عايزهم هم مين، مش هم ان شاء الله يتحرقوا ويولعوا بجاز. هم كانوا فين القوم دول؟ القوم دول كانوا فين؟ ايوه المكان بتاعهم فين يعني قصدك، صح كده؟ مش مذكور القرآن فين؟ ايوه المكان بتاعهم فين بالظبط، مش محدد مش المكان مذكور بتاعهم. ازاي يا عمي؟ مش مذكور ازاي؟ حتى اذا بلغ مغرب الشمس تمام، وجدها تغرب تغرب في عين حمئة، حمئة تمام عندهم. ووجد عندها قوم، تمام عند مين؟ عند العين الحمئة. ها طيب القوم دول كانوا قاعدين عند العين الحمئة، العين الحمئة ديت بقى بتنزل فيها الشمس ازاي؟ يا سيدي الفاضل، دي ظاهرة أنت بتشوفها بعينك، أنت زي بقول لك الشمس ما بتنزل بتغرب في البحر، هي الشمس بتنزل في البحر ما بتنزلش في البحر، هل هو دي بتغرب في ظاهرة البحر. ولا قال ديت في عين والناس قاعدين عند العين؟ هي دي ظاهرة؟ لا أنت فهمت حضرتك، لا أنت حضرتك أنت فهمتها دي، ده فهمك أنت، ده يرجع لك أنت، لكن أنت حضرتك أنا عندي فهم طب المفسرين اسمع فهم الرسول، المفسرين طب اسمع على فهم الله. الرسول، طب اسمع فهم الرسول. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان مع أبو ذر الغفار، وأبو ذر ركب وراء الحمار، تمام فقال له: أتدري أين تغرب هذه يا أبو ذر؟ تمام قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تغرب في عين حامية. دي الرواية ديت يعني ولا ايه ولا ايه ولا صحيح البخاري يا أستاذ، صحيح البخاري. شفت يا عم؟ لا لا والله في سنن أبي ما داود، سمعتش عنها لا في قبل سنن كده، أبي داود. ها؟ قلت لها زمان؟ ما سمعتش عنها قبل قلت لها كده زمان والله. ما سمعتش عنها، مصيبة فضيحة دي. طب معلش، حضرتك خليني طب اتكلم معلش بس في معلش القرآن يا زمان، يا معلش يا استاذ زمان، يا معلش باشا، يا زمان، القصص دي معلش يا بتتكلم زمان، في القرآن يا معلش يا استاذ زمان، ياسين. معلش يا زمان، معلش يا زمان، عشان بس نجيب الحديث عشان الناس تتأكد منه. هو طبعا في سنن أبي داود. هاتوا يا دكتور تريون يا ونشوف سيد ده الفاضل، يا سيد الفاضل انا الرسول. بتكلم في القرآن اهدى يا بس، سيد الفاضل، في حاجات اهدى كتير بس، طب جدا في اهدى، السنن. طيب اهدى، اهدى 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 يا زمان، اهدى يا زمان. في القرآن انا قلت لك، انت دلوقتي بتقول دي ظاهرة، هل القرآن قال دي ظاهرة ولا قال وجدها تغرب في عين حامية ووجد عندها قوما؟ طب انا حضرتك، انا النيل عندي الشمس بتغرب في النيل. يا استاذ حضرتك نيل ايه وزفت ايه؟ انا بسأل سؤال دلوقتي، انت بتقول ظاهرة، هو بيقول لك لا ده في عين ومش ظاهرة، ده في ناس هناك عند العين. هل ايوه برضه يا كانت سيدي ظاهرة الفاضل، ان في المكان ناس؟ انت لما تبقى واقف في المكان دوت يعني هو بيحدد المكان دوت ان في مكان العين، لما انت بتبقى واقف عنده الشمس المكان بتغرب في عين حمئة ديت يعني زفيرة، ايوه ده المكان المقصود بيه، بس فين المكان ده بالظبط؟ انت حضرتك عايز تعرف فين؟ انا لا مش مش عايزه محدد المكان فين. كده قول لنا الشمس دي بتنزل ازاي في العين دي؟ يا الشمس اللي استاذ، قد ما لازم تنزل، بقول لك بتغرب، انت مش فاهم الكلام، بقول لك يعني بتغرب ايه بتغرب؟ يعني ايه بتغرب؟ يعني ايه يعني بتغرب يا بتغرب زمان؟ زي ما الشمس ما بتغرب في البحر، زي الشمس ما بتغرب في النيل، زي ما بتغرب بتغرب في خلف البحر ازاي؟ الاهرامات، انت اللي مش فاهم الكلام. بتغرب في ايوه البحر بتغرب ازاي؟ ورا الاهرامات، انا ببقى واقف ساعات عند الهرم اللي الشمس بتغرب هناك وراه. طيب الرسول هو كان في المدينة، الرسول هو كان في المدينة قال تغرب في عين حامئة ازاي؟ يا سيدي ما اعرفش القصه اللي انت بتتكلم فيها حضرتك، انت بتتكلم موجود من موجود بدك القران، الحديث حضرتك طول موجود عمرك يا عارف أستاذ. وعارف افتح القران، الحديث. وان القران لا واخد من حول كل ولا قوة. الاساطير الاولين، انت حضرتك هات الاساطير الاولين اللي انت بتتكلم عليها. الرسول بس قال تغرب في عين حامية ازاي؟ لا اله جابها الا منين؟ الله، انت الكلام اللي انت بتقوله بتعيده زادي، بتعيد الكلام تاني، الرسول قالها تغرب انت في عين الكلام اللي حامية انت ازاي؟ بتقوله بتعيده تاني، انت خلي هي بالك انت الشمس الكلام اللي انت بتغرب، بتقوله بتعيده تاني. الشمس بت... الشمس بتغرب في عين حامية ازاي؟ تعرف تفهم لنا ازاي في الاعجاز بتاعك؟ بما انك بتتكلم عن هقول لك الاعجاز، تعرف تقول لنا الشمس حضرتك، الاكبر مليار مره، العين اللي اكبر بتغرب، ملايين المرات من الارض ببقى واقف عند البحر بتغرب؟ كده في اسكندريه حضرتك، ببقى الشمس اللي بتغرب اللي في البحر كده دوت منطقه الغروب، بس ده منظر الغروب، ابقى اتفرج عليه. هي ادي يا عم بقى يا عم، يا اللي انت عايز تفهم يا عم، طيب اديني فهمتها لك اهي. الرسول بما انك انت فاهم اكتر من الرسول، الرسول شافها انها بتغرب في عين حاميه ازاي؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ما كانش بيشوف، الرسول كان موحى من السماء، ربنا سبحانه وتعالى كان بيبعت له الوحي
وهو كان بيلقيه، هو ما راحش، هو الرسول قال لك انا رحت هناك يا عم انت مثقف، قال لك انا رحت هناك لقيت الشمس يعني بتغرب في عين حمية. الحديث ده، انت يعني مش هو فاهم قال تغرب في الكلام عين حمية، يعني يا اساس، الغيلان انت مش حمية فاهم دي، الكلام. الرسول الحمية اساس دي الله الرسول جابها بيتكلم على منين؟ قصه ذو القرنين، بيحكي لك ان واحد حصل قبل كده في طيب بص سنين يا الفاتت. زمان، بص يا زمان، أولا حينما تتكلم لا تتكلم بجهل. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يا زمان لم يكن يتحدث عن ذي القرنين. الرسول كان راكب زي ما قلت لك على حمار، راكب على حمار يا زمان، هو وأبو ذر الغفاري وراءه، كان رديفه. رديفه، عارف رديفه يعني إيه؟ بقول لك يا استاذ، عارف رديف؟ استاذ لو سمحت يا ما استاذ، تعرفش انا رديف؟ بتكلم على طيب القران، بتكلم على سوره طيب الكهف طيب بس تمام، ما تقعدش تلف أكمل وتلف وتدور في الكلام، انا أكمل يا بتكلم على سوره أكمل الكهف. هم أكمل سالوه يا عن زمان ذو القرنين، أكمل هو أكمل جاوب عن ذو أكمل يا زمان القرنين. أكمل يا زمان أكمل يا زمان انا بكلمك أكمل عن يا القصه زمان اللي حصلت، انت أكمل اليهود ما أكمل يا اعترضوش على زمان القصه، ثانيه أكمل يا يا استاذ، زمان استاذ أكمل استاذ، أكمل يا زمان اهل العلم أكمل يا زمان ساعتها ما اعترضوش على أكمل القصه أكمل عشان بس تبقى أكمل يا عارف. زمان أكمل إيه بتقول إيه؟ اهل العلم ساعتها من بني اسرائيل ساعتها من اليهود ما اعترضوش على أيوه القصه. ما اعترضوش على قصه ايه؟ يا ايوه انا هذا بحكي لك كعب عليه، هو ده الاحبار القران. على فكره ضحك انت على استمع، ضحك على الصحابه. فين؟ لما قالوا ان بص هم يا زمان، 300 سنه، لسه 300 بص يا سنه زمان، تسال. يا زمان انت بس عشان تبقى اولا الطقس الاول اللي هو بتاع الرسول، الرسول لم يكن يشرح حديث ذو القرنين ولا قصة ذو القرنين، عشان تبقى عارف بس. الرسول سأل أبو ذر الغفاري وقال له أتدري أين تغرب هذه؟ عشان أعلمك بس يا زمان، ما تبقاش تقول كلمة وأنت ما أنتش عارف ولا قارئ وتقول أصل أنا جايب إعجاز علمي. الرسول سأله سؤالا واضحا فقال أبو ذر الله ورسوله أعلم. هنا أي طالب علم زي حضرتك إذا كنت لسه هتروح تتعلم أو تقرأ أو تتعلم بس إزاي معنى الأحاديث، حينما يقول الله ورسوله أعلم أحد من الصحابة أو الصحابة كلهم، فهذا معناه أنهم ينتظرون العلم من الرسول، يعني ينتظرون المعلومة الصحيحة يا من استاذ الرسول. فاضل انت قال بتاخدني ليه اكمل لو سمحت، وفرضك اتعلم فين؟ الادب لما اكون بتكلم، يا اتعلم استاذ الادب لما فاضل اكون يا استاذ بتكلم، اتكلم في اتعلم صلب الادب الموضوع، لو سمحت، اتعلم الادب لما اكون بتكلم لو يا استاذ سمحت، اتكلم في صلب لان الموضوع، ما اساسا انت بتاخدني من وقتي اتعلم ليه؟ احنا الادب لو بنتكلم في سمحت، القران. برضو اتعلم الادب لو سمحت، اتعلم الادب لو سمحت. وهنا أبو ذر انتظر العلم من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فقال الرسول العلم الذي كما أنت قلت ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، والعلم الذي أخبره به الإله عز وجل. ماذا قال له؟ قال له الرسول فإنها بإن التوكيد الناصبة، إن حرف توكيد أي الرسول يؤكد المعلومة، فإنها تغرب في عين حامية، طيب تغرب تمام. في عين حامية، ده أولا. ثانيا حينما تقول أن العلماء اليهود لم يعترضوا على هذا الكلام، أقول لك أولا يعني إذا الروح، قال الروح من امر ربي ولم يوجب عليه. طبعا الاول بس قبل اي قبل تذكرت شيء مهم، هو الرسول لما سئل الاسئله الثلاثه دي جاوبهم امتى؟ يعني الاجابه بتاعته كانت امتى؟ اتاخرت. اتاخرت قد ايه؟ مش فاكر والله، بس فترة طويلة، حتى هم كمان اعتقد ان مش هيرد، حتى كان ساعتها ربنا كان قال له ليه؟ ما تقولش حد الا زي لما تقول ان شاء الله يعني. يعني الرسول اتاخرت الاجابه لانه ما قالش ان شاء الله، صح؟ لا يعني هو كان ربنا بيقول لي يعني ما تقولش حاجه الا زي ان شاء الله، فقال فجات الاجابه في سوره الكهف تمام؟ لا انا بسال سؤال دلوقتي، لما سالوه قالوا له احنا هنسالك اسئله عشان نعرف نتاكد انك نبي ولا راجل كذاب. تمام، بس خلينا نتكلم في الاسئله والاجابه بتاعتها. لا لا بس لا، اول ما هي دي يا اسمع استاذ، بس بس الاول يا استاذ، يا استاذ لا، اتفضل اتفضل، انت خلينا خجلان نتكلم من في ايه؟ الاول. ما تخجلش ما تخجل لا تخجل لا تخجل. السؤال دلوقتي لما سالوه قال لهم ايه؟ قال لهم انا هجاوبكم امتى؟ مش فاكر، مش متذكر بالظبط قد ايه يعني. قال لهم انا هجاوبكم بكره. تمام.
اه وايه اللي حصل بقى؟ ما جاوبش بكرة. طب جاوب بعد بكرة؟ لا، لأن هو الرسول ما بيقولش حاجة من عنده، بيستنى الواحد لما طب ينزل. جاوب طب جاوب بعد أسبوع؟ ما جاوبش بعديها، بقول لك الرسول طب بيستنى جاوب الواحد بعد لما ينزل، طب لأن جاوب ده دليل طب على جاوب إن بعد الرسول ما بيقولش كلام طب من عنده، اه إن اه الرسول بيقول طيب كلام طب منزل. طيب طب ما تعرفش طب ما تعرفش الوحي كان فين؟ ها؟ يا أستاذ طب جاوب بعد فاضل، يا 10 أستاذ ايام؟ طب فاضل، جاوب بعد 10 ايام؟ يا أستاذ فاضل، يا أستاذ فاضل، معنى كده إيه؟ معنى الكلام انا دوت إن الرسول يا ما استاذ بيقولش الكلام زمان ده من عنده، لما إن حينما الرسول ما يقول لهم الرسول يا زمان حينما يسأله المشركون واليهود اكفر ناس على ظهر الارض واوسخ ناس على ظهر الارض واحقر ناس على ظهر الارض واعداء الله ورسوله، حينما يسألوه سؤالا ويقولون هذا السؤال نعلم به ان كنت نبيا ام لا، تمام ثم يقول الرسول سأجيبكم غدا تمام سأجيبكم غدا، حلو هذا تمام الإله العظيم ينصر نبيه أم يتركه بدون إجابة لكي يعلم هؤلاء المشركون أنه كاذب وليس رسولا؟ تعرف ومين كل قال لك حضرتك ان الإله ربنا ما يعني جاوبش ونزل زي جاوب امتى؟ سورة الكهف؟ جاوب امتى؟ جاوب امتى؟ المهم ان هو جاوب يا استاذ، جاوب يعني هو امتى؟ دلوقتي الرسول جاوب امتى؟ جاوب بعدها بفترة، ان جاوب الرسول امتى؟ ان ربنا سبحانه بقد وتعالى ايه؟ انبه جاوب انك انت بعدها جاوب ما بعدها تقولش بقد حد ايه؟ على حاجة الا اذا قلت ان شاء الله، ومن ساعتها جاوب بعدها المسلمين. بقد جاوب بعدها جاوب بعدها بقد ايه يا يا زمان؟ استاذ فاضل، يا استاذ فاضل، جاوب انت بعدها حضرتك بقد ايه؟ ولا قول لا؟ لنا بس، الناس عايزة يا تسمع، عم انا بقول لك ما اعرفش يا عم، انا قلت لك ما اعرفش، عايزة انت تسمع. قلت يعني انت عايز تمسك عليا غلطة، طب انت كده يعني طب بتتكلم يعني لو راجل جو بسبب طب محتوى طب يا ايه ده، استاذ انا عايزك بتتكلم تكون في عايزك الفضاء. تكون هادي بس، عايزك تكون هادي بس، جو لو يكون جاوب بعدها مثلا ب 10 ايام كويس. لا ما اعرفش والله قد ايه بالظبط، مش فاكر والله طب كان لو جاوب 21 يوم طب ولا لو قد ايه جاوب بالظبط. طب لو جاوب بعدها ب 15 يوم كويس. لا هو كان اكتر من كده. طيب حضرتك اللي بتعرف تقول لي الاجابات كانت ايه؟ يا سيدي الفاضل، يا سيدي الفاضل، يا سيدي الفاضل، انا الاجابات بكلمك كانت طب الاجابات كانت طب الاجابات كانت ايه كده؟ قول لنا كده الاجابات كانت الاجابات سيدي الفاضل. مكتوبين بالقران يا استاذ، رد. يا استاذ الفاضل، يا استاذ الفاضل، طيب انا دلوقتي حضرتك نسمع انت طب نسمع حضرتك الاجابات بتتكلم طب نسمع بالمحتوى. الاجابات كده طب نسمع الاجابات يا زمان كده، نسمع الاجابات. ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي، ايه رايك في تمام الاجابه دي؟ طيب تمام اه تمام اه ايه؟ ايوه، روح من امر الرب، ايوه محدش عارف عنها حاجه. طب وبعد دي اجابه؟ اه دي اجابه، اه طبعا ده فعلا حاجه طيب سر ما حدش ربنا طب سبحانه وتعالى قدر الروح بيه لاي الروح حد. سر؟ سادسهم كان قول كده يا بالقران زمان. رجما بالغيب رجما ويقولون بالغيب سبعة ويقولون سبعة وثامنهم كلبه. تمام. ها؟ قول كده بعدها يا زمان كده؟ ها؟ طيب اه ها؟ كمل كده كمل. يا عم كمل انت، يا عم كمل. أكمل أنا أكمل أنا. قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. ده كمان سر تمام برضه يا زمان؟ عدد أصحاب الكهف سر برضه زي الروح؟ اه طبعا لسبب سر بسيط برضه؟ مني طبعا. سر استنى بس، أنا عايزك تقول للناس، عايزك تقول للناس ده سر؟ اسلوب سر؟ قطع الطريق يا سيد الفاضل، ده سر اسلوب أنا اسلوب بسأل قطع سؤال، الطريق. سر؟ أنا عايزك تسألك سؤالك أسألك سؤال، الروح دلوقتي سر. أنا خلاص اه أنا بصمت معاك بالعشر. تمام عدد أصحاب الكهف سر؟ اه لا هقول لك حاجه، لان هم مختلفين اصلا بس اهدى في بقى العدد، اهدى بقى اهدى بقى سر. هم أنت اللي قلت هم سر، مختلفين في طيب العدد اسمع اصلا. بس اسمع اسمع. بصوا يا جماعة، الراجل ده قال الروح سر، ماشي أنا موافق معاه وبصمت ما بالعشرة. دلوقتي إحنا الراجل بيقول دلوقتي الآية بتقول على عدد أصحاب الكهف، تمام. وفي اختلاف سيقولون ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة. ورغم فقال الغيب قل يا رب ربي هيكون اهدى بالغيب، بس يا ومفيش زمان من لو اللي عارف سمحت، ما يعمل ده تقاطعنيش خالص. عشان ما تقاطعنيش عشان الناس تفهم، عشان الناس تمام تفهم، لحظة عشان يا مان، الجاهل معاك يفهم والكذاب يفهم، لحظة خلينا نسمع عشان لحظة. الجاهل عشان الجاهل يفهم والكذاب يفهم. تمام انت الآية بتقول قل ربي أعلم بعدتك، أنا سألتك سؤال قدام تمام الجميع عشان يبان تمام علمك ويبان مين العالم ومين الجاهل ومين الكاذب ومين اللي معاه الحق، قلت ده سر برضه، العدد سر، مع إنه بعدها على طول بيقول إيه؟ عشان أعرفك إن هذا الكلام كلام لا يقوله إلا جاهل، قال قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. الله الله الله، يعني في قليل عارفينه؟ الله الله الله، ده اسمع بقى المفاجأة، عبد الله بن عباس قبر الأمة وترجمان القرآن قال أنا من القليل. أنا من القليل.
الرسول ما كانش ابن الخليل يا زمان. يا استاذ يا استاذ شكرا يا دكتور تيريون، انا بكلمك على السلامه عشان جالي انا ما بتكلمش على العدد ان هم سر، انا بقول لك هم مختلفين. لو هو قال خمسه او اربعه هم ذات نفسهم هيطلعوا يقولوا لا والله ده اثنين، لا ده ثلاثه. وبعدين هو في الاخر لما جه قال لك ايه؟ قال لك 300 سنين وازدادوا تسعه. هم قالوا لا ده ما ازدادوش تسعه ولا حاجه. تمام؟ ودي برضك من معجزه من معجزات القران ان هو ذكر. فين المعجزه بعد الكلام يا استاذ؟ اصلا اليهود بيامنوا، اصلا اليهود بيامنوا بقصه اسمها اهل الكهف. اه موجود عندهم اه، لكن انا ما عند اليهود عند اليهود لا عند عند اليهود اه. طيب عندك دليل؟ لا والله انا ما عنديش. طيب ليش تفتري عليهم يا اخي؟ هم ما يأمنوا اصلا يعني انه في شيء اسمه قصه اهل الكهف. ماشي كانوا يقولوا قصه، ما كانش سالوه على القصه اصلا. على قصه هم سالوهم عن فتي اخرين وليس على هذول. لا هو القصه الفتيه دول مش معروف مكانهم فين ولا لا هم سالوهم عن الفتيه الثلاثه وابن عمهم دانيال لما القوهم في اتون النار في. لا انا ما حدش انا مش عارف القصه بتاعتهم هم فين بالظبط. تمام؟ في نينوى يعني ايه؟ هم سالوه عن الفتيه الثلاثه اللي في نينوى على ايام نبوخذ نصر، بس هو جاوب غلط. لا كانوا هم اكيد ردوا عليه اللي جابوا. يا اخي السؤال مسيحي ولا يهودي؟ ليه؟ الناس اللي بعتوا السؤال مع عقبه بن ابي معيط والنضر بن الحارث لما راحوا على يثرب وبعثوهم قريش وقالوا اعطونا نسال هذا الرجل المدعي نساله اسئله، قال سنعطيكم ثلاثه اسئله عجز عنها رحمن اليمامه، فأنا جاب عن الثلاثة فهو رجل حكيم ليس بنبي، وأن لم يجب على ثلاثة فهو رجل بليد ليس بنبي، فأنا جاب عن بعض وسكت عن بعض فهو نبي فاتبعوه. هاي هي القصة كلها. فهن اليهود بعتوا معهم الأسئلة. اليهود ما يؤمنون بقصة أهل الكهف. والله حضرتك اليهود دلوقتي حاجة وممكن ساعتها كان حاجة تانية، بس هم ساعتها لو هم كانوا معترضين كانوا قالوا والله لا ده القصة دي مزيفة. يا أستاذ اليهود بيقولوا أنه المسيح أجا. الو اليهود بيقولوا انه المسيح اجا. اليهود أيوة. لا انا مش بحث في شرائع اليهود يا استاذ. هي لو سمحت اهدى ليش تنافق؟ اهدى ما تكلمش لما اخلص. اهدى اعمل ميوت. احنا بقى عايزين نقول بقى في موضوع اللون الاسمر، واللون الابيض. اللون الابيض لو سمحت ما انتش مش عاجبك انزل لما اخلص. مش عاجبك انزل اعمل له ميوت يا اسامه ونزله. اعمل له ميوت عشان اتعلم الادب. معلش اعمل له ميوت او نزله. لازم اكمل. في موضوع اللون بقى الابيض والاسود هنرد ردا دينيا شرعيا. هذا الدين مغرم بالبيض. كل الحريات بيض، مفيش حرية أمحية، حتى الأمحية مش موجود. ليه؟ لأن هم كانوا عايشين في الصحراء وصمر، فكان طبعا البياض بالنسبة لهم ده أحسن، ده هو علامة الجمال. الحور العين وصفهم إيه؟ كاللؤلؤ المكنون. والأحاديث بتقول عشان تبقوا عارفين، مع اني ما اعرفش ايه المغري او ايه المثير، انك ترى مخ ساقها من تحت لحمها من شدة البياض وهي شفافه، فانت شايف اللي جواها يعني جوه رجلها مثلا. طب ايه المغري؟ ما اعرفش. وزي ما قلت قبل كده وهقول تاني للي سمعنا قبل كده، الجنه اللي ما فيهاش كاثرين زيتا جونز وسلمى حايك هذه ليست جنة. أنا رأيي كده. لازم البياض، ألف مبروك عليكم البياض، بس أنا شايف إن أنا بالنسبة لنا كاثرين زيتا جونز أحلى من كل الحريات دول.
لماذا هذه التفرقة؟ ثم نيجي بقى للموضوع المهم، نيجي بقى للموضوع المهم، الولدان المخلدون. الولدان المخلدون، حينما وصف الله بياض الحوريات قال: وحور نعيم كأمثال اللؤلؤ المكنون. طيب تيجي كده نشوف وصف نشوف وصف الغلمان المخلدون: ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. برضو برضو تاني تاني نفس الوصف، نفس الوصف، وصف الغلمان زي وصف الحور العين. ليه؟ ليه؟ نترك لكم الإجابة. شكرا يا عم قلبوش عشان ما طولش. وبعد كده أي حد هنا يطلع يتطاول على أي سيدة موجودة أو حتى غائبة، أقل شيء هنقوله له، هنقول له اتربى، لأن أنت ما تربيتش كويس وما تعلمتش كويس، ودي مش أخلاق راجل، دي أخلاق، أنا آسف في الكلمة، أخلاق شخص ما ترباش في بيته، ما ترباش من أبوه ولا أمه، وأقل ما يقال عنه إنه شخص منحط، إنه شخص منحط، لأن دي مش من شيم الرجال. تفضل يا وسام. لا أنا راح أخلي الكلام للآخرين، ما بعرف أنا لوجي، أنت حابة تحكي شيء؟ أنا بصراحة يعني في الأول كنت واخدة الحكاية